فريق الفتح والرجاء البيضاوي ثم اتحاد موري الخميسات والجيش الملكي. نتمنى التوفيق للجيش والرجاء على مستوى المنافسات القارية. هنا محاولة لصالح المغرب الفاسي، فرصة إمكانية العرضية من حمزة حجي ديريا، جول للمغرب الفاسي، الهدف الأول للمغرب الفاسي في لمسة كانت جميلة على مستوى التمرير، استغلت بطريقة رائعة. هل هو حمزة برسوق؟ سنتابع الإعادة هنا. لاحظوا عملية التنفيذ بسرعة، فهيم يمرر لحمزة حجي، يظن نعم صاحب الرجلة اليمنى، والهدف خطأ عن طريق أحد